يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الأحد طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب البلاد، دافئ على جنوب سيناء، بينما يسود ليلا طقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء. فيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من محافظات ومدن الجمهورية، والبداية بالقاهرة العظمى فيها 18، الصغرى 11، الإسكندرية 17-10، مطروح 16-9، بورسعيد 18-12، الإسماعيلية 19-11. ننتقل إلى السويس 19-11، العريش 19-10، طابة 18-12، شرم الشيخ 23-14، والغردقة 23-14. أما الأقصر 22-9، أسوان 22-9 أيضا، الوادي الجديد 21-5، شلاتين 26-17، وأخيرا حلايب 24-18. والآن أستعرض معكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.